أخبار اليوم. عرفت إنه أني أول ما أخذوني حاولت أهرب، ولكن مسكوني أول مرة، والمسؤول اللي أني كنت يمه وقت اللي مسكني خلاني بين الحراس ليلة واحدة، لأن كنت كل مرة بالمقرات، والمقرات فيها أكثر من 15 داعش، فما كنت أقدر أطلع بعد، حتى كان يجي لي فرص إنه أهرب، ولكن خفت لأن أول مرة من مسكوني وضعوني مع الحراس ليلة واحدة مع 6 حراس، ولكن آخر واحد أخذني على مقر ما كان بي أحد بس أنا، ظليت عنده يومين، بعدها قرر يأخذني على سوريا، ولكن بالليل طلع حتى يجيب لي ملابس وغراض حتى يبيعني، أنا طلعت بليلتها، قدرة الخالق خلصت، هذيك المرة خلصت من الداعش، فتت على بيت بالموصل، مسلمين ساعدوني ورجعوني لعند أهلي، عند أخويا، ساعدوني يعني كأنهم ما كانوا عايشين ويا داعش، ما أقول كلهم المسلمين اللي شفناهم داعش، لا، ولكن داعش هم اللي يرتكبون هذه الجرائم باسم الإسلام.